الرحافة اللي عندك. اسألني اللي بس اللي باسل وين الباب؟ أوكي؟ يلا باسل وين الباب؟ والله ما بعرف. بدك عابد يلا عابد فايف كمان. عابد عابد الأستاذ عابد الكبير طبعا. نعم. مرة كنا أنا وياه مجتمعين فكنت عم بحكي له على شخص إنه صار معنا مشكلة وكذا 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 وهذا الشخص بدنا نقابله بكرة أنا وياه، فهو أحبط بالنسبة لي يعني صار في إحباط مني، رح يقابل شخص بكرة ومضطر إنه يشوفه وقت طويل. فعم بحكي عم بحكي أنا قلت له كان هيك وكان هيك وطبعه جدا سيء، فعمل هيك لتحت هيك ورفع عم شو هالمصيبة هاي.